قتل عشرات الأطفال والعشرات من المدنيين العزل في مجزرة مروعة في قرية واد النورة بولاية الجزيرة وسط السودان. وفقا لبيان منظمة الأمم المتحدة للطفولة يونيسيف، لقي ما لا يقل عن 35 طفلا مصرعهم، وأصيب أكثر من 20 آخرين في الهجوم الذي وقع الأربعاء. واتهمت الحكومة السودانية قوات الدعم السريع بارتكاب المجزرة التي أسفرت عن مقتل أكثر من 180 شخص بينهم نساء وأطفال، واعتبرتها أحد تداعيات تقاعس المجتمع الدولي تجاه هذه الميليشيات. من جانبه اتهم مجلس السيادة السودانية قوات الدعم السريع بتنفيذ الهجوم ووصفه بأنه مجزرة، بينما نفت قوات الدعم السريع الاتهامات وادعت أن الجيش حشد قوات كبيرة للهجوم على القرية. الهجوم جزء من النزاع المستمر منذ إبريل 2023 بين قوات الدعم السريع والقوات المسلحة السودانية، والذي أدى إلى مقتل آلاف الأشخاص ونزوح الملايين، مع تعرض البلاد لخطر المجاعة. ما يقارب من 18 مليون شخص يعانون من الجوع الحاد، بينهم 3.6 مليون طفل يعانون من سوء التغذية الحاد.